بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، هنبدأ مع بعض النهاردة أول درس عندنا في الجبرا في الترم الثاني اللي هو السيكونس. طبعا الدرس ده أدب وعلمي، لكن تقريبا نصه مش هيبقى على الأدبي. خلينا نبدأ بس الأول نقول إيه موضوعنا النهاردة اللي هو السيكونس. بنعرف السيكونس بنقول إن هي فانكشن. الفانكشن يا جماعة كانت بتبقى عبارة عن تو سيتس. الست الأولانية الفيرست ست كنا بنسميها الدومين، والست التانية اللي هي كو دومين. في مجموعة من الإليمنت هنا، بيخرج من كل إليمنت وان إيمج يروح لي الكو دومين، بحصل على مجموعة من الإليمنت التاني، دي بنسميها ايه يا جماعة؟ الرينج. فبنعرف السيكونس بنقول ان هي فانكشن، الدومين بتاعها بيبقى البوزيتيف انتجر نمبر، الكودومين ريال نمبر، الرينج ريال نمبر، اي رقم ممكن. بنعرف السيكونس بنقول ان هي عبارة عن فانكشن ليها دومين، والدومين بتاعها قلنا ايه؟ قلنا هو البوزيتيف انتجر نمبر 1 2 3 4 5. طيب الرينج اللي هو بيبقى سبست من الدومين، الاثنين بتوع دول بيبقى عباره عن ايه؟ سبست فيلوم ريال نمبر. جميل جدا. هندي مثال لفانكشن بنقول عليه هنا ايه؟ انها سيكونس. بس ما هنستبدل، بدل ما كنا بنكتب كلمه اف اوف اكس ايكوال او f of n، بلاش بقى x قول n، f of n equal 3n plus 1، ده هنقول f of x، هنقول tn، tn equal 3x plus 1 او 3n plus 1. بدل كلمة f of x بقت tn، ال n دي هي نفسها ال n دي. طيب يبقى اذا الشكل الجديد للفانكشن هنكتب tn equal كذا equal 3n plus 1. دي يا جماعه سيكونس. تعال نشوف السيكونس دي ونأكد الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي حالا. اكتبها تاني، الفانكشن اهي tn equal 3n plus 1، قلنا دي سيكونس. طيب فين الدومين بتاعها؟ قلنا البوزيتيف انتجر نمبر 1 2 3 4، لما بعوض على n ب 1 بحصل على فانكشن موجود في الريال نمبر، بحصل على رقم موجود في الريال نمبر اللي هو هيبقى في الرينج. لما بعوض على n ب 2 n ب 3، تعالى نجيب t 1، t 1 هنكتب 3 تايمز 1 بلس 1، 3 تايمز 1 ب 3 بلس 1 4. طب هجيب t 2، t 2 تبقى 3 تايمز 2 بلس 1، 3 تايمز 2 6 بلس 1 7. طب هجيب تي 3 هتبقى 3 تايم 3 بلس 1، 3 تايم 3 9 بلس 1 10. كده انا كونت فانكشن يا شباب، الدومين بتاعها اهو في element 1 2 3 4، وانت ماشي كده اللي هو البوزيتيف انتجر نمبر. الكودومين كل الريال نمبر، لكن ال 1 طلعت منها ارو راح لل 4 بالتحديد، طلع منها ارو راح لل 7 بالتحديد، 3 طلع منها ارو الواحد بالتحديد ليه التن. الارقام دي من ضمن الايه؟ الرينج اللي هنحصل عليه. جميل جدا. فهمنا يعني بقى ايه؟ ان إيه بنقول ان السيكونس دي هي فانكشن، الدومين بتاعها عباره عن بوزيتيف انتجر نمبر، وبعدين الكودومين او الرينج بيبقى سبست من الريال نمبر. خلي بالك ان تي 1 هبدا ارمز لها برمز تاني بقى، قول ايه؟ تي 1 دي يا مستر اللي هنسميها فيرست تيرم، يعني السيكونس هتتكون من first term، second term، third term، fourth term، fifth term. ايه يا مستر في ايه؟ ما احنا بنقول عشان كده بنختار 1 2 3 4. ينفع اقول term، term يعني حد. ينفع اقول ان الترم 2 and half. ينفع اقول الترم 0. ينفع اقول الترم النيجاتيف. الترم الفيرست ترم، السكند ترم، الثيرد ترم، الفورث ترم، الترم الاول، الثاني، الثالث، الرابع. الترم الاول كان يا جماعه قيمته كام؟ 4. الترم الثاني كان يا جماعه قيمته كام؟ زي ما انتم شايفين كده هو كان 7.
طب الترم التالت كان 10. طيب تقدروا تستنتجوا الترم الرابع، وده هناخده فيما بعد ان شاء الله باذن الله، اللي هتبقى الاريثمتيك سيكونس. انا بعتقد ان الترم الرابع هيبقى 13 والترم الخامس هيبقى 16، وهنعرف بعدين ليه انت جبت الارقام دي منين يا مستر. اللي انا عايز اوصله لكم ان السيكونس هي عباره عن فانكشن، السيكونس هي عباره عن فانكشن، الدومين بتاعها عباره عن بوزيتيف انتجر نمبر 1 2 3 4 5 6، الرينج بتاعها عباره عن اي رقم سبست من الريال نمبر. طيب السيكونس دي يا جماعه ممكن تكون انكريز وممكن تكون ديكريز. قال لي لو كانت عندي ال تي ان بلس 1 مور ذان من تي ان، هنا بقول ان الفانكشن دي او السيكونس دي انكريز. طب لو كان عندي تي ان بلس 1 للذان من تي ان، هنا بقول ان السيكونس دي ديكريزنج او ديكريز. ده كلام جميل. ايه تاني؟ اي سيكونس اقدر اجيب لها اي عدد من الترمات. طب ما تيجي ناخد شويه مسائل كده عشان ايه نفهم الدنيا بتقول ايه بالظبط كده. بس خليكم واخدين بالكم من اللي انا قلته دلوقتي حالا. امتى اقول الفانكشن او السيكونس دي انكريز؟ لو كان عندي تي ان بلس 1 اكبر من تي ان. امتى اقول انها ديكريزنج؟ لو كان عندي تي ان بلس 1 اقل من تي ان. في نوعين اتنين من السيكونس برضو يا جماعه. في سيكونس اسمها ديفاينايت سيكونس، سيكونس منتهيه محدودة لها بداية ولا نهاية. في نوع تاني من السيكونس undefined اللي هو زي او finite. زي ايه مثلا؟ بقول لك 2 و 4 و 6 و 8 واعمل بوينت كده، دي infinite sequence، دي infinite غير منتهية. ليه؟ لان ممكن استنتج بعد كده في 10، وبعد 10 ممكن يبقى 12، ممكن يبقى دي infinite. طيب لو جه اداني سيكونس تاني وقال لي ايه 4 بعدين 7 وبعدين 10 وبعدين 13 وراح قافل براكت كده، دي سيكونس ليها بدايه وليها نهايه، دي اسمها فاينايت سيكونس، محدده ليها بدايه وليها ايه نهايه. طيب تعالوا بينا بقى نحل مسائل على الكلام اللذيذ ده، مسالتين ثلاثه كده. يعني مثلا اول سؤال بيقول لي ايه؟ رايت the first 5 terms، اكتب اول خمس ترمات of sequence اول واحدة tn equal ان بره في ان ماينس 1، ان بره في ان ماينس اي 1. انت عاوز اول خمس ترمات يا مستر؟ اه طب حاضر عليا، نجيب له اول خمس ترمات. هقول له تي 1 ايكوال 1 تايمز 1 ماينس 1 ب 0، تي 2 ايكوال 2 بعوض على ان ب 2 ماينس 1 2 تايمز 2 ماينس 1 ب 1 1 تايمز 2 ب 2، بجيب تي 3 تبقى 3 تايمز 3 ماينس 1 3 ماينس 1 ب 2 تايمز 2 ب 6. تعال نجيب تي 4 تبقى 4 بره تايمز 4 ماينس 1 4 ماينس 1 3 تايمز 4 12. تعال نجيب تي 5، تي 5 هتبقى 5 تايمز 5 ماينس 1 5 ماينس 1 4 تايمز 5 ايكوال 20. ده كلام جميل كده يا جماعه، احنا جبنا ايه؟ ال 3 ترم اللي هو كان عاوزه. طب لو قلنا مسألة تانية، هو بيقول لي ايه؟ تي ان ايكوال 1 بلس 2 اوفر روت ان، عادي جدا هنجيب له خمس ترمات عادي برضه. 1 تي ان ايكوال 1 بلس 2 بلس 2 اوفر روت ان. خلينا نكتب المسألة تحت كده السيكونس دي كلها الأول كده. tn equal 1 plus 2 over root n، مش هختار بقى ارقام على مزاجي، انا همشي بالترتيب. t1 equal 1 plus 2 over root 1 root 1 ب 1 2 over 1 ب 1 2 over 1 ب 2 plus 1 ب 3. تعال نجيب t2 تبقى 1 plus 2
over root 2 وطلع الناتج بتاعها هيطلع real number. بحقيقة نسيبه تقريبا زي ما هو كده هيبقى عبارة عن ايه بالظبط كده 1 plus root 2. ما تحاولش تحوله ليه لفراكشن، سيبه زي ما هو كده افضل. طيب تعال نجيب اللي بعدها t3 equal 1 plus 2 over root 3. طب t4 equal 1 plus 2 over root 4 بس root 4 ليها قيمة ب 2 over 2 1 plus 1 2. تعال نجيب t5 اخر حاجة عندي اللي هي 1 plus 2 over root 5 ونسيبها زي ما هي كده. طيب تعال نشوف سؤال تاني بيقول لي ايه show whether each of the sequence tn increase or decrease. ادرس لي يا ترى الفانكشن اللي عند حضرتك دي increase ولا decrease. عايزين نشوف الفانكشن دي increase ولا decrease يا شباب. tn equal 2n plus 5 هجيب tn plus 1 مش هقعد بارقام، في بعض من أستاذ الزملاء الأفاضل بيعوضوا بأرقام، على فكرة ممكن تعوض بأرقام ودي صح، ممكن ما تعوضش بأرقام والاتنين عموما صح. هجيب tn plus 1 يبقى هنا 2 وافتح براكت اعوض ال n plus 1 يعني ال n ب n plus 1 n plus 1 في براكت plus 5 يبقى اضرب 2 times n ب 2n plus 2 times 1 ب 2 plus 5. طيب انا عايز اعرف اني في فانكشن فيهم الاكبر، تعالى كده نعمل كومباريزون كده نكتب 2n بلس 2 بلس 5 7. واضح جدا ان الفانكشن الاولانيه 2n بلس 5 التاني 2n بلس 7. انا لو عملت سبتراكتنج 2n بلس 1 ماينس 2n يعني تبقى 2n بلس 7 هنا سوري قلت tn بلس 1 ماينس tn يعني تبقى 2n بلس 7 ماينس 2n ماينس 5. اعمل سبتراكشن يطلع عندي الناتج 2 ورقم بوزيتيف يعني معناها ان ال تي ان بلس 1 اكبر من ال تي ان. يبقى انا هنا هقول له لان ال تي ان بلس 1 لان تي ان بلس 1 مور ذان تي ان يبقى اذا ال تي ان اللي هي السيكونس ديت از انكريزنج. جميل ناخد مساله ثانيه وممكن نحلها بأسلوب تاني بطريقة تانية أبسط يعني هي increasing ولا decreasing. مديني function بقول لي هنا ايه tn equal third power n plus 1 third power n plus 1. أنا ممكن أجيب tn plus 1 أو tn plus 1 تبقى third power شيل ان واحط بدلها ان بلس 1 ان بلس 1 بلس 1 تاني يبقى ان بلس 2. هنا بقى يا جماعه مش هقول عايز اعرف دي اكبر من دي ازاي، مش هقول انا هطرحهم من بعض لا، لان السيكونس اللي فاتوا كانوا لينير وطرحتهم من بعض، لكن هنا انا هعمل ايه هقسمهم على بعض برضو هقول له سينس تي ان بلس 1 اوفر تي ان از ايكوال third power n plus 2 وهنا third power n plus 1 لما اسم الاثنين دول على بعض ان انت هيطلع بالثيرد الرقم ده بوزيتيف يبقى معناه فعلا ان ده اكبر من ده بمقدار الثيرد ده. حلو الكلام جميل يبقى اذا ال tn plus 1 مور ذان من ال tn يبقى الكلام ده معناه ان الفانكشن دي طبعا الرقم ده طلع بوزيتيف اهو مش نيجاتيف، اللي فوق اكبر من اللي تحت بمقدار ثيرد لا مش مقدار سرد السرد لما اضربها في تي ان بلس 1 تديني اللي فوق يبقى اذا الفانكشن ديت او السيكونس ديت ديكريزنج. تمام يا شباب تمام. تعالوا بينا نشوف لان اصل السيكونس ديت ما هياش لينير. اوكي طيب تعالوا بينا نشوف ال سؤال تاني بقول write down the general term. المسائل دي بتبقى غلسة قوي 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 بس يعني ربنا يسهل كده ونحاول ايه نستشف بنا مسألتين او ثلاثة كده تفهموا منها القاعدة. يعني اول مسألة مثلا بقول لي ايه
سؤال بيبقى غلس شوية فركزوا معايا فيه. يجي يقول لي write down the general term، اكتب لي القاعدة the general term of each of the function. write down the general term of each of the function. أول function عندي have 2 over 3 3 over 4 4 over 5 وباينتس. أنا عايز القاعدة بتاعت الـ sequence دي، ال 1 بقت 2، 2 بقت 3، 3 بقت 4. أعتقد إن أنا هقوله تي إن إيكوال، لما أجي أعمل قاعدة زي دي وفيها فراكشن اشتغل اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. دي 1 الترم الأولاني، دي 2 الترم التاني، 3 الترم التالت. ألا يعني كأنها إيه؟ كأنها حاطط فوق إن. أعوض تي 1 على إن ب 1، تي 2 على إن ب 2، تي 3 على إن ب 3. بس خلصت. طالما تحت ال 1 او الترم الاولاني بقى 2 احنا زودنا عليه 1، الترم الثاني بقى 3 احنا زودنا عليه 1، الترم الثالث بقى 4 احنا زودنا عليه 3. انا بتكلم تحت، يبقى اذا دي عباره عن ان بلس 1. اذا دي القاعده بتاعتي اللي هشتغل عليها او اللي انا استنتجتها. تعالى كده نجيب تي 1، بقعد على ان هنا ب 1، بقعد على ان تحت ب 1 بلس 1 تبقى 2. تعالى نجيب تي 2، تي 2 بقعد على ان برضو فوق ب 2 وتحت 2 بلس 1 3. تعالى نجيب تي 3، هقعد على ان فوق ب 3 واقعد على ان اللي تحت ب 3، 3 بلس 1 4. تعالى نجيب تي 4، هقعد على ان اللي فوق ب 4 واجيب الان اللي تحت 4 بلس 1 5. يبقى فعلا القاعده بتاعتي اللي هي الجنرال تيرم بتاعي عباره عن تي ان ايكوال ان اوفر ان بلس 1. كان السؤال بيقول لي رايت داون ذا جنرال تيرم of the function أو the sequence للي أرقام اللي هو مديها لي قدام منك دي. ناخد واحدة كمان نفس الفكرة برضو، برضو بقول لي هنا إيه write down 1 وبعدين 8 وبعدين 27 وبعدين 64 وبعدين point. المفروض ده تي 1، ده تي 2، ده تي 3، ده تي 4. بص كده وركز وفكر، تي 1 الان ب 1 بقت 1 لكن ان دي 2 بقت 8. الله، لا كده الكلام اختلف، كده الكلام اختلف، دي بقت ان. لو ان ان قلت ان بار 2 ما ينفعش، ان بار 2 ب 4 مش ب 8. يبقى نرجع نغير الكلام تاني، قلت ان بتساوي ان باور باور ايه باور ايه باور. الله، ده انا ملاحظ ان في حاجه ايه، ال1 ال8 27 64 كيوبيك روت، كيوبيك روت الارقام. يعني لو قلنا هنا ان باور 3 ان انت كده هيطلع مظبوط. دي قاعده بتاعتي بقت تي ان ايكوال ان باور 3. ازاي يعني يا مستر؟ شوف كده، تي 1 1 باور 1 1 باور 3 سوري 1. طب تعالى نجيب تي 2 كده، 2 باور 3 ب 8. الله، طب تي 3، 3 باور 3 27. طب تي باور 4 ب 4 باور 3 ب 64. هي القاعده دي، القاعده بتاعتي تبقى تي ان ايكوال ان باور 3. هي عايزه سنه ملاحظه منك. شوف السؤال اللي بعده برضو بيقول لي 1 وبعدين 2 وبعدين 8 وبعدين 16 وبعدين، لا انا اسف هنمسح بس الرقم الاولاني ده كده اهو. نقول كده مش مظبوطه بقى، نكتبها صح. نقول دي 4 ونقول دي 2 وكمل، عايزين نعمل لها سيكونس برضو. طيب انا ملاحظ دول 2 اللي هو تي 1 ب 2، التي 2 ب 4، في علاقه بين الرقم ده والرقم ده. التي 3 ب 8. الله،
مستر، ما احنا ممكن نقول ان هي بتساوي 2 باور ان، زي اللي فاتت ما قلنا ان باور 3 كانت، او 2 باور ان، 2 باور ان، 2 التي ان هتساوي 2 باور ان. طيب جبت تي 1 كده تبقى 2 باور 1 ب 2، طب التي 2 2 باور 2 ب 4، طب تعالى نجيب تي 3 تبقى 2 باور 3 ب 8، طب تعالى نجيب تي 4 تبقى 2 باور 4 ب 16. اذا القاعده بتاعتي هنا يا شباب هتبقى تي ان ايكوال 2 باور ان. ده كلام جميل، حلوه المساله، ناخد غيرها. معلش الحاجات دي عايزه اتعود منكم وتتحفظ بصراحه يعني. مديني واحده تانية بيقول لي هنا ايه، هاف هاف وبعدين 3 اوفر 4 وبعدين 9 اوفر 8 وبعدين 27 اوفر 16 وبعدين. جميل، احنا قلنا اللي تحت هيبقى قاعده لوحده واللي تحت قاعده لوحده. انا لسه عامل اللي تحت قاعده حالا لما كانت 2 4 8 اللي هي 2 بار ان، بتي ان ايكوال تحت 2 بار ان. طب فوق 1 بقت 3 بقت 9 بقت 27. خلي بالك الارقام دي كلها المالتيبلي بتاع 3 بس الوان الاولانيه دي يا مستر. ما هي ممكن تبقى هنا اهوت ايه 3 باور 0. طب ال 0 ده يجي ازاي؟ لو ال n ب 1 1 ماينس 1 0 تبقى n ماينس 1. اذا دي القاعده بتاعتي. طب تعالى نتاكد، تعالى نتاكد ان هي دي القاعده ولا لا. تعالى نجيب تي 1 كده، تي 1 تبقى 3 باور 1 ماينس 1 0 اوفر 2 باور 1 3 باور 0 ب 1 2 باور 1 ب 2. تعالى نجيب تي 2، تي 2 هتبقى 3 باور، بعوض على ان بكام؟ بعوض على الان ب 1 ب 2 سوري 2 ماينس 1 1 على 2 باور 2 يبقى الناتج 3 اوفر 4. تعالى نجيب اللي بعدها 3 تي 3 تبقى 3 باور 3 ماينس 1 اللي هي ان ماينس 1 ب 2 اوفر 3 باور، لا 2 باور 3 2 باور 3 2 باور 3 يبقى الناتج 3 باور 2 ب 9 2 باور 3 ب 8. الله، ده هي فعلا القاعده هاف 3 اوفر 4 9 اوفر 8. يبقى فعلا القاعده بتاعتي تي ان ايكوال 3 باور ان ماينس 1 على 2 باور ان. ناخد كمان مساله. بيقول لي برضو ايه؟ بيقول لي استنتج برضو الجنرال تيرم نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ثم 2 ثم نيجاتيف 4 ثم نيجاتيف 16 ثم ايكوال. على فكره انا ممكن استنتج لها قاعده وفي حد تاني يستنتج قاعده تانية والاثنين يطلعوا صح. هنقول له تي ان ايكوال، انا هثبت نيجاتيف بره واخلي فوق، لان برضو خلي بالك بصوا 2 4 6 اخليها نيجاتيف 2 باور. لو قلت باور ان مسكت تبقى انا كده بدات بان باور 0 ماشي، ان باور 1 يبقى نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 ب 2 اللي بره دي مش بايه؟ مش ب 2 يبقى خليها ان ماينس 1. تعالى كده نعوض ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي. تعالى نجيب تي 1 تبقى نيجاتيف 1 بره نيجاتيف 2 باور، عوض على ان ب 1 1 ماينس 1 0 نيجاتيف 2 باور 0 ب 1 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1. تعالى نجيب تي 2، تي 2 هتساوي نيجاتيف 1 بره تايمز نيجاتيف 2 باور، بعوض على ان ب 2 2 ماينس 1 ب 1 يبقى الناتج عادي نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ب 2. جميل، طلع بوزيتيف اهي. تعالى نجيب تي 3، تي 3 هتبقى نيجاتيف 1 بره تايمز نيجاتيف 2 باور 2. انتوا معايا؟ لا، هعوض على ان ب 3 3 ماينس 1 ب 2 يبقى نيجاتيف 1 بره تايمز نيجاتيف 2 باور 2 ب 4 يبقى الناتج يا جماعه بنيجاتيف 4. الله، ده فعلا نيجاتيف 1 ثم 2 ثم نيجاتيف 4
يبقى اذا فعل القاعده اللي انا اخترتها ديت صح 100%، اللي هي عباره عن ايه؟ قاعده تي ان ايكوال نيجاتيف 1 بره، تايم از نيجاتيف 2 باور ان ماينس 1. كلام جميل جدا. مساله كمان بس مش نفس النوع، فكره تانية بيقول لي فيها هنا ايه؟ عندي سيكونس اسمها تي ان. تي ان از ا سيكونس، وبعدين وير التي 1 ايكوال 9، التي 3 ايكوال 36، بي تي ان بلس 1 ايكوال تي ان بلس ان اكس. فايند ذا فاليو اوف اكس، فايند اكس، عايزين قيمه الاكس. توكلنا على الله. انا هستغل الجذر اللي عندي ده، تلاتة جذر اللي عندي دول، ادي اتنين اهم واللي تحت دي، في الوصول لقيمة الاكس. همسك التي ان بلس 1 ايكوال تي ان بلس ان اكس، هعوض عن كل ان تبني بي 1، لما اعوض الاولانيه ب 1 تبقى تي 1 بلس 1 يعني تي 2 ايكوال تي 1 بلس، اعوض الان ب 1 تبقى اكس. على فكره دي ليها قيمه، قيمه ايه يا مستر؟ بص كده، يبقى تي 2 هتساوي تي 1 اللي هي 9 بلس اكس. كده انا جبت قيمه التي 2. ارجع تاني عوض التي ان، نكتبها الاول، عوض على ان ب 2 تبقى تي 2 بلس 1 3 ايكوال تي 2 بلس ان اكس. الان دي مفروض ب 2، نمسحها ونكتب 2 2x. تاني انا جيت اهو قلت تي ان بلس 1 ايكوال تي ان بلس ان اكس، وطع على ان ب 2، 2 بلس 1 3، وهنا تي 2 بلس 2x. بس انا جبت التي 2 ب 9 وانا عندي التي 3 ب 36، بتساوي التي 2 ب 9 بلس اكس بلس 2 اكس تاني، اهي التي 2 ب 9 بلس اكس، فشلت التي 2 هتبقى بدلها 9 بلس اكس بلس 2 اكس تاني. نجمع تبقى 36 ايكوال 9 بلس اكس بلس 3 بلس 2 اكس ايكوال 3 اكس. حل ال 9 الناحيه الثانيه تبقى 36 ماينس 9 ب 27 ايكوال 3 اكس. اخر خطوه بقى هنقسم الطرفين على 3، يبقى اذا الاكس ايكوال 27 اوفر 3 از ايكوال 9. جميل جدا. تعالوا بينا بقى يا شباب نتنقل على مرحله ثانيه من الاسئله او موضوع ثاني. الموضوع الثاني ده يخص طلبه العلمي بس، معلش يا شباب بتوع الادبي، الرولز اللي انا هكتبها دلوقتي او اللي هقولها دلوقتي حالا مش على طلبه ال، مش على طلبه الايه؟ مش على طلبه الادبي. الرولز دي بقى بتقول ايه بقى؟ اول رول كده بيقول لي ايه؟ اللي هو السميشن بتاعت السيكونس. سميشن للسيكونس اسمهم سيريس يا جماعه، مجموع عدد الترمات لاي سيكونس اسمها ايه؟ سيريس. ودي موجوده على الاله عندنا، مثلا مثلا يعني لو مديني، ودي دي لسه دي على الادبي، لو جيت اقول ايه؟ عندي تي ان ايكوال 2 ان بلس 1، فايند summation of 5 terms، عايز مجموع خمس ترمات of the sequence، للسيكونس اللي عندي. جميل، هنشتغل بطريقتين اتنين، لا ده اكتر من طريقة. بص بقى استاذي، هجيب تي 1 اعوض الان ب 1، 2 تايمز 1 ب 2 بلس 1 ب 3. هجيب تي 2 اعوض على ان ب 2، 2 تايمز 2 4 بلس 1 5. هجيب تي 3 اعوض على ان ب 3، 2 تايمز 3 6 بلس 1 7. هجيب تي 4 اعوض على ان ب 4، 2 تايمز 4 8، 8 بلس 1 9. هعوض على ان ب 5 تي 5، يبقى 2 تايمز 5 10 بلس 1 11. هجيب السبميشن بتاعهم 3 بلس 5 بلس 7 بلس 9 بلس 11.
كده 20 27 35. المجموع بتاعهم هيطلع يا شباب ب 35. قال لك لا، تصدق ان الكلام ده موجود على الآلة؟ في عندك في الآلة بتاعتك في اليمين خالص تحت الأم كده العلامة الجميلة ده اهي. انا هكتب دلوقتي ايه submission للفايف ترم دول، تبقى عبارة عن العلامة دي اللي هي submission، وفي هنا اهوت لما بدوس عليها وببدأ اكتب، بس بدل الان بكتب اكس، هكتب 2 بدل الان اكتب اكس بلس ال 1 جوه براكت كده، ودوس على المؤشر التاني يقوم ينزل لي تحت كتب هنا 1، دوس على المؤشر التاني يكتب لي هنا 5، ودوس ايكوال هيطلع الناتج على طول ب 35. اذا دي اسمها سيريس. السيريس يا شباب هي سمشن لاي عدد من ترمات السيكونس. السيريس يا شباب هي اي عدد، مجموع اي عدد من ترمات السيكونس. بس بالنسبه لطلبه العلمي في مجموعه من الرولز، وهلاقي اكيد سؤال بيجي عليه في الامتحان للسمشن ده. تعالوا نشوف الاسئله دي بتيجي ازاي، او الرولز الاول بندرسها وبعد كده ناخد المثال عليها. اول الرولز دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي submission من r equal 1 ل n، n ده رقم number مش infinity خلي بالكم، لرقم constant ده هيساوي n multiply c constant ده. ادي مثال سريع. ادي مثال سريع لو قلت حضرتك submission من r equal 1 ل 8 وهنا 2، تصدقوا الناتج هيبقى عباره عن ايه؟ 8 تايمز 2 16. سميشن من r equal 1 ل 10 هنا 5، الناتج هيطلع 10 تايمز 5 is equal 15. يبقى اول رولز عندي سميشن لكونستانت من r equal 1 ل n is equal n في c او c في n. الرول الثاني بيقول لي ايه؟ سميشن من r equal 1 ل n، وفينا بس ايه؟ r او x، x هو دايما بيكتبها x او r، دي يا جماعه هتساوي ايه؟ n في n بلس 1 على 2، n في n بلس 1 على 2. تعالوا بينا ناخد مساله حالا، مش هفوت اي حاجه لما اشرح بيها مساله. شوف بقى المساله دي كده عشان الدنيا ايه تظبط معانا. انا عندي مثلا تي ان ايكوال ان، بس عايز اجيب سميشن الترم. الترم يعني تبقى سميشن من ار ايكوال 1 لحد ال 8، وفي هنا ايه يا جماعه؟ الان او الار. جميل جدا، هنستعمل الاله وهنستعمل دماغنا. تعالوا نعملها بالاله الاول. امسكوا معايا كده الآلة، الزرار اللي هو تحت الأون على طول اللي هو اللوغاريزم، بس هعمل أول شيفت وبعدين اللوغاريزم ده يبقى اكتب لي كده سميشن، شيفت وبعدين اللوغاريزم كتب لي سميشن، وبعدين جوه هكتب ألفا براكت يمين كتب هو إكس، أنزل تحت عند الإكس أكتب 1، فوق أكتب 8، وأدوس إيكوال، طلع الناتج 36. الناتج بتاعي يا شباب طلع كام؟ 36. انا كده جبت الناتج بالاله. تعال نجيبه بقى من غير الاله بالرولز اللي لسه واخده حالا. سميشن من r equal 1 ل 8 ال r، قال لي بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي n في n بلس 1 over 2. n يعني 8، ما هو عددهم n 8، في n بلس 1 اللي هي 9 over 2 over 2. جميل، 8 divided 2 equal 4، 4 times 9 36. الله، يبقى احنا كده جبنا السميشن لمجموعه من الترمات للار دهيت اللي هي كانت من 1 ل 8، جبناها بالاله وجبناها بالرولز اللي لسه واخدينه. الرولز ده يتحفظ، بيقول ايه تاني؟ سميشن r من r equal 1 ل n بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي n اللي هي اللي فوق ده اهي في n بلس 1 over 2. كده احنا خدنا اتنين رولز. الرول الاولاني سميشن للكونستانت
من r equal 1 ل n بيساوي n في c او ال n في constant. القانون التاني summation من r equal 1 summation لل r من r equal 1 لل n ده بيساوي n في n plus 1 على 2. كده خدنا 2 rules. تعالي ناخد الرول التالت. لكن قبل ما اخد الرول التالت انا ممكن اطلع من هنا معلومة. افرض ان هنا بقول لي summation من r equal 1 ل n وفي هنا رقم كونستانت مضروب في الار. امسك الكونستانت ده خرجه بره اللعبة. يعني اقول كونستانت كده اهو summation من r equal 1 ل n هنا r وبناء عليه يبقى c اللي هو الكونستانت مضروب في n مضروب في n plus 1 over 2. جميل. يعني لو في عندك رقم كونستانت طلعه بره. وده يعتبر برضه رول. طيب ناخد القانون التالت. هو ده على فكرة عاملينه قانون في المعاصر بس انا ما بعتبروش قانون. القانون التالت بقى اللي بيقول ايه؟ summation summation من r equal 1 ل n هنا r power 2 دي هتساوي r power 2 هتساوي n في n plus 1 في n plus 2 اي سوري في 2n plus 1 over المرة دي 6. تاني هتساوي ايه يا جماعة؟ بالنسبة لل r power 2 دي من r equal 1 ل n تبقى n في n plus 1 في 2n plus 1 over 6. ده رول برضو مهم جدا جدا جدا. جميل جدا. بكده يبقى الرولز بتاعتي خلصت. الرولز بتاعتي خلصت. تعالوا بينا ناخد مسألة فيها شكل أشكال كتير بالرولز. نقول لو قال لي مثلا summation من r equal 1 ل n وبعدين عامل لي هنا ايه r power 2 plus 3r minus 2. ايه يا مستر ده كل ده؟ ما خدناش الكلام ده. لا خدنا كل الكلام ده بس انا هوزع. هقول له summation من r equal 1 ل n r power 2 plus هاخد ال 3 بره common factor بعدين summation من r equal 1 ل n وهنا r minus summation من r equal 1 ل n وهنا هو 2. جميل جدا. وبعدين ابدا احط النواتج. النواتج بتاعتي تبقى كالاتي n في n plus 1 في 2n plus 1 over 6 plus 3 times n في n plus 1 over 2 minus 2n. شوف بقى الان هو مديها لي بكام وعوض مكان الان دي هي نفسها الان دي هي نفسها الان دي. بعوض بقى عن كل ان هنا تقابل لي بما يساويها واطلع الناتج وممكن اتاكد بالاله. طبعا اعتقد ان السؤال ده لا محل له من الاعراب في امتحان التابلت بتاعنا اللي هو كله بيبقى تشوز. مش عارف السؤال هيجي ازاي لان ده المفروض يبقى فيه ستيبس. طيب خلينا ناخد مسألتين برضو عشان مش عارفين السؤال هي بفكرة ايه. ناخد مسألتين برضو على النوع ده ونشوف هنحلهم ازاي. بقول لي برضو summation find summation من r equal 8 ل 12 2r plus 3. طيب السؤال ده هيتحل ازاي يا شباب؟ السؤال ده هيتحل بالشكل الاتي. مستر انت المره دي بتقول لي سميشن من r equal 8 ل 12 بس انت عودني القوانين بتاعتي كلها من r equal 1 ما هو الشغل بتاعي هيبقى كالاتي. بص بقى معايا هقول دي عباره عن سميشن من r equal 1 ل 12 2r plus 3 minus سميشن من r equal 1 لحد 7 2r plus 3 دي تديني من r equal 8 ل 12. تاني يا جماعة summation من r equal 8 لحد 12 دي عبارة عن من r equal 1 ل 12 2r plus 3 minus summation من r equal 1 ل 7. لسه المسألة ما خلصتش. القوانين اللي بقول عليها دي والفك ده ما بنعملوش احنا بايه طلبة العلم بس اللي بتعمله بمخ.
رابط الاله بتعمله بالاله على طول، وانتوا كمان اعملوه بالاله وتاكدوا من الناتج بتاعي. طب بعد كده هعمل ايه؟ هقول له 2 summation من r equal 1 ل 12 r plus summation من r equal 1 ل 12 هنا 3 بس minus 2 summation من r equal 1 ل 7 وهنا r plus لا مش بلس لان النيجاتيف دي تدخل عليهم كلهم تقوم تخليها كلها ماينس، يبقى دي تبقى ماينس هي كمان، تبقى ماينس سميشن من r equal 1 ل 7 وهنا 3. الخطوه اللي بعد كده تبقى هنا 2 تايمز n، n اللي هي ب 12 معلش تكتبها واحده واحده، في n بلس 1 على 2 بلس الثانية دي هتبقى 12 تايمز 3 ما فيهاش نقاش ماينس 2 تايمز n في n بلس 1 على 2 ماينس 7 تايمز 3. خلي بالك ال n دي مختلفة عن ال n دي اللي الأولانية ب 12 لأن الثانية ب 7، يبقى هنا 2 تايمز 12 تايمز 13 اوفر 2 بلس 12 تايمز 3 36 ماينس هنا 2 تايمز 7 تايمز 8 اوفر 2 ماينس 7 تايمز 3 21. النواتج دي تروح مع دي واضرب طبعا ودي تروح مع دي، انا هضرب على طول واطلع النتيجه يا جماعه 12 تايمز 13 ماينس الاول بلس 36 minus 7 times 8 minus 21. الريزلت بتاعي هيطلع 115. تعالوا بينا نشوف الناتج هيطلع فعلا 115 ولا لا، يعني ايه الناتج بتاعي هيطلع 115 ولا لا؟ يعني حضرتك يا مستر هتيجي، او حضرتك يا استاذ العزيز مش المستر بقى مش انا، انتوا اللي هتعملوا الكلام ده. المساله الاصليه خالص 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 ده اهو، هتيجي على الاله وتكتب معايا بالراحه كده، افتح الآلة ودوس شيفت ودوس على اللوج اللي هي سميشن، تكتب 2 بعدين ألفا براكت يمين بلس 3، بعدين تنزل تحت بالمؤشر تكتب 8 تطلع فوق بالمؤشر تكتب 12 وبعدين تدوس إيكوال. الله أكبر، طلع الناتج برضه 115. بكده أنا شرحت الدرس الأولاني في السيكونس اللي هو السيكونس وبعد منه السيريوس، درسين مهمين ولزاز، حاول تحلوا منهم افكار على قد ما تقدرهم. وبرده بكرر تاني، ولو انا شايف ان الناس كلها مطنشه اللي يقف معايا حاجه يبعت لي انا مستعد احلها له، وان شاء الله حتى فيديو زي ما انا بحل دلوقتي حالا. ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه هتبقى الاريثماتيك سيكونس، لكن انتظروا مني بكره حصه في الابلكيشن، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.